عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب مدارس دار المعارف الخاصة، أهلا بكم في مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي فرع الهندسة. إن شاء الله بإذن الله هناخد النهاردة في الهندسة الدرس الأول اللي هو البرهان الاستدلالي، نفس الكلام اللي كنا ناخده الترم الأول بس إحنا هنتعود نكتبه بالبرهان، عشان كده لازم نراجع مع بعض كل الحاجات اللي خدناها الترم الأول، نراجع مع بعض الزوايا ونراجع مع بعض العلاقة بين الزوايا اللي هما الزاويتان المتتمتان اللي مجموعهم 90 درجة والزاويتان المتكاملتان اللي مجموعهم 180 درجة، مجموع قياسات الزاوية المتجمعة حول نقطة يساوي 360 درجة، والزاويتان المتقابلتان بالرأس متساويتان في القياس، ونراجع مع بعض التطابق وشروط التطابق وحالات التطابق، ونراجع مع بعض التوازي وحالات التوازي والزوايا الناتجة من التوازي ومتى يكون المستقيمان متوازيان وهكذا. طيب تعالوا نشوف يعني ايه اصلا البرهان الاستدلالي. البرهان الاستدلالي قال لي هو استخدام الخواص والمفاهيم والحقائق الهندسية التي سبق دراستها لإثبات خواص ومفاهيم وحقائق هندسية أخرى، ويتم ذلك على شكل تمرين أو نظري. طيب تعالوا نشوف إزاي أكتب أو إزاي أستخدم البرهان الاستدلالي لحل التمرين أو النظري. أول حاجة بيقول لي إيه؟ نقرأ التمرين كويس جدا لتحديد المعلومات الموجودة. إيه هي المعلومات الموجودة؟ بتكون المعطيات، يعني الحاجات اللي مدهاني في المسألة. وما يريد، يريد ده اللي هو المطلوب، يعني عندي حاجتين، معطيات ومطلوب، بيديني حاجات ويطلب مني حاجة تانية. طيب نحاول رسم التمرين إذا كان لا يوجد رسم، يبقى أول حاجة هقرأ التمرين كويس، تاني حاجة هرسم التمرين لو التمرين مش مرسوم. بعد كده نحدد المعطيات وهي المعلومات الموجودة في المسألة، يعني دي المعطيات اللي هي بتبقى في رأس المسألة المعطيات. بعد كده نضع المعطيات دي على الرسم أو نستخدم المعطيات دي فيما نريد إثباته. طيب تعالوا نشوف مثال واحد، بيقول لي اثبت أن إذا تقاطع مستقيمان فإن كل زاويتين متقابلتين بالرأس تكونان متساويتان في القياس، وده اللي احنا خدناه الترم الأول. طيب تعالوا نشوف الرسمة، أهو عندي مستقيمان، المستقيم ألف ب والمستقيم الثاني اللي هو دال جيم، دول متقاطعين في النقطة ميم. طب يا مستر احنا قلنا لما يتقاطع المستقيمان بيصنعوا كم زاوية؟ أربع زوايا. ايه هما معايا مع بعض؟ تعالوا نشوفوهم، زاوية ألف ميم جيم وزاوية دال ميم ب وزاوية ألف ميم دال وزاوية جيم ميم ب. طيب تعالوا بقى نحدد المعطيات بتاعت المسألة. المعطيات بتاعتنا في المسألة دي إن ألف ب، المستقيم ألف ب والمستقيم جيم دال، دول متقاطعان في ميم. المطلوب عايز يثبت إن قياس زاوية ألف ميم دال، ألف أهو ألف ميم دال اللي هي بالأسود دي، تساوي قياس زاوية ب م ج اللي هي تحت اللي هي دي معادي. طيب تعالوا نبدأ في البرهان. بما أن المستقيم ج د، المستقيم ده ماله؟ ده مستقيم، يعني زاوية مستقيمة، واحنا عارفين الزاوية المستقيمة قياسها بكام؟ ب 180 درجة. برافو عليكم. يبقى المستقيم ج د ده الزوايا اللي عليه اللي هي زاوية أ م ج وزاوية أ م د، هما الاتنين مجموعهم ب 180 درجة. طيب بعد كده المستقيم أ ب نفس الكلام، الزوايا اللي عليه برضو بيكونوا 180 درجة لأن الزاوية مستقيمة، يعني قياس زاوية أ م ج زائد قياس زاوية ب م ج هيساوي 180 درجة. إذن الزاويتان اللي هما أ م د، أ م د و أ م ج، هما الاثنين على بعض يساووا الزاويتين اللي هما أ م ج زائد زاوية ب م ج. بالمقارنة بين الطرفين لو قارنا بينهم هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان قياس زاوية أ م د تساوي قياس زاوية ب م ج بالتقابل بالرأس، لان احنا لو شلنا أ م ج دي مع أ م ج دي يبقى هنلاقي ان زاوية أ م د تساوي قياس زاوية ب م ج بالتقابل بالرأس، وبكده نبقى اثبتناها. طب تعالوا نشوف سؤال نحله بنفسنا مفيش مشكلة.
بيقول لي اوجد قياس زاوية د م ه، يعني ادي التمرين اهو قدامي، بيقول لي اوجد قياس زاوية د م ه. طبعا نكتب المعطيات والمطلوب والبرهان، بس انا هنا جايب لك مختصر لك، فجايب لك البرهان على طول وانت حلها ونشوفها ان شاء الله نعرضها المرة اللي جاية. فانت هنا ألف ميم جيم دي بـ80 ودي تقابل بالرأس الزاوية دي. طب دي مقسومة طول ما العلامتين زي بعض قلنا، يبقى ده معناها ان الزاويتين دول قد بعض، يبقى الزاوية دي هتكون بكام؟ ان شاء الله حلها ونشوفها المرة اللي جاية. ناخد مثال تاني، بيقول لي في الشكل المقابل ألف ب تقاطع الجيم د في ه، دول مستقيمان او قطعتين مستقيمتين متقاطعين في ه، بحيث ألف ه تساوي ب ه و ج ه تساوي ه د. الشرطتين اللي هنا قد الشرطتين اللي هنا، والشرطه اللي هنا قد الشرطه اللي هنا، يبقى معناها اللي عليهم نفس العلامات متساويين. بيقول لي اثبت ان المثلث ا ه ج يطابق المثلث ب ه د. الترم الاول اللي لسه قايل في اول الفيديو ان احنا لازم نراجع هندسه الترم الاول، حالات التطابق. طب هنا عشان نثبت المثلث متطابقان، المثلثان متطابقان، عندي اربع حالات. الحاله الاولى بتقول ضلعان وزاويه محصوره بينهم، الحاله الثانيه زاويتان وضلع واصل بينهم، الحاله الثالثه ثلاث اضلاع مع ثلاث اضلاع، الحاله الرابعه في المثلثات القائمه اللي هي وتر وضلع. طب هنا يا مستر دي تفتكر انهي حاله من الحالات؟ طب انا عندي هنا كام ضلع؟ عندي اهو ضلع يساوي ضلع وضلع يساوي ضلع، يبقى دي كده ضلعين. طب الحاله بتقول الاولى بتقول ايه؟ ضلعان وزاويه، فين الزاويه يا مستر المحصوره بينهم؟ برافو عليكم، اهي زاويه ا ه ج تساوي قياس زاويه د ه ب بالتقابل بالراس. طيب تعالوا نشوف هنحلها ازاي. اول حاجه نكتبها المعطيات والمطلوب. بيقول لي المعطيات اللي عندي انقلها من راس السؤال، ان ا ب تقاطع ج د يدينا ه، بحيث ان الالف ه يساوي ال ب ه والجيم ه يساوي ال د، ده المعطيات. طب المطلوب عايز اثبات ان المثلث الف ه ج يطابق المثلث ب ه د. تعالوا نشوف البرهان. اول حاجه هنقول بما ان الف ب تقاطع ج د، يبقى زاويه الف ه ج تساوي قياس زاويه د ه ب بالتقابل بالراس. بعد كده احنا قلنا التقاطع هيدينا تقابل الراس. بعد كده المثلثان اللي هم ا ه ج و ب ه ب فيهما، كنا نقول الترم الاول فيهما ونقول الثلاث شروط بتوعي. ايه هم الثلاث شروط؟ الشرط الاول ان ا ه يساوي ب ه، وهي كده كده مديهاني في المساله، واتفقنا ان هم في شرطين بيديهم لك في المساله وشرط انت بتجيبه. طيب تاني حاجه ج ه يساوي د ه معطى، طالما معطى يبقى هم مدوني في المساله. طيب بعد كده بيقول لي ان قياس زاويه ا ه ج تساوي قياس زاويه ب ه د بالتقابل الراس، ودي احنا لسه اللي جايبينها. تمام، اذا المثلث ا ه ج يطابق المثلث ب ه د. خلاص يبقى احنا كده كتبنا المعطيات والمطلوب والبرهان. ندخل على مساله ثانيه، بيقول لي في الشكل المقابل اثبت ان ا ب يوازي ج د. احنا قلنا متى يتوازي المستقيمان؟ قلنا في ثلاث حالات، لو لقينا زاويتان متساويتان وفي وضع تبادل، او زاويتان متساويتان وفي وضع تناظر، او زاويتان داخلتان وفي جهه واحده من القاطع ومتكاملتان، يعني مجموعهم هما الاثنين يساوي 180 درجه. لو قدرنا نثبت حاجه زي كده نثبت ان المستقيمان متوازيان. طب تعالوا كده نشوف المساله، فين الالف ب اللي انا عايز اثبته؟ اهو اللي فوق ده، وفين الجيم د؟ اهو. عايز اثبت ان المستقيمان دول متوازيان. طب الزاويه بتاعت ا دي بـ80، انا لو قدرت اجيب زاويه ج دي هيبقى كده انا حليت مشكله. انا هدور على حرف الزد، في زد؟ لا. طب هدور على حرف الاف، في اف؟ برده لا. لكن مين اللي ظاهر معايا؟ حرف السي اللي هو اهو، بص كده على السهم معايا، ده حرف السي. طيب انا اقدر اجيب زاويه جيم دي؟ اه يا مستر، مش دي مجموع قياسات زاويه متجمعه حول نقطه، واحنا عارفين ان الزاويه المتجمعه حول نقطه اللي هم الجيم بيساوي 360 درجه. طب هي في زاويه ب120 وزاويه ب140، يبقى دي هتكون كام؟ يبقى هنقول 360 ناقص افتح قوس واجمع 120 و140 يبقى هيدينا 280، يعني دي هتكون
هيدينا 260، يبقى دي هتكون 100. فلو جمعنا دول يبقى زاويتان متكاملتان وفي جهة واحدة يبقى متوازيان. طب تعالوا نشوف الحل. أول حاجة المعطيات بتاعتنا إن قياس زاوية ب أ ج تساوي 80 درجة، وقياس زاوية د ج ه تساوي 120 درجة. المعطيات ممكن تكون في المسألة من فوق وممكن تكون من على الرسم، مفيش مشكلة. وقياس زاوية أ ج ه دي ب 140 درجة. المطلوب إثبات أن أ ب يوازي ج د. ندخل على البرهان بيقول لي ايه؟ هنقول بما ان زي ما قلنا بالظبط الثلاث زوايا دول متجمعين حول نقطة يبقى مجموعهم 360 درجة، اللي هم زاوية د ج أ زائد قياس زاوية د ج ه زائد قياس زاوية أ ج ه، المفروض كلهم يبقوا 360. إذا نستنتج إن قياس زاوية د ج أ اللي هي دي اللي عليها السهم هتساوي 360 ناقص وافتح قوس 120 زائد 140 يبقى 360 ناقص 260، يعني هتكون 100 درجة. بعد كده هنقول ايه؟ بما ان قياس زاوية ب أ ج زائد قياس زاوية د ج أ هما الاتنين على بعض، واحدة ب80 وواحدة ب100، نجمعهم يدينا 180، وهما داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، إذا أ ب يوازي ج د. ناخد مسألة تانية، بيقول لي في الشكل المقابل عايزين قياس زاوية م ج د، نحدد بس الزاوية المطلوبة م ج د، عايزين الزاوية دي اللي عليها السهم. طب يا مستر دي نجيبها ازاي؟ طب تعالوا نبص كده فوق عند الميم، مش هنا الميم دول مجموع قياسات زاوية متجمعة حول نقطة، دي زاوية قائمة دي ب 130، أقدر أجيب اللي من جوه دي هتبقى 360 ناقص وأفتح قوس وأقول 90 زائد 130 وأطلع الناتج اللي هنا. طب مش دول حرف اليو؟ أطرح الناتج اللي هيطلع هنا 180 يدينا قياس زاوية م ج د. وتعالوا نشوف المسألة. أول حاجة المعطيات بيقول لي إن زاوية ب م أ، هنقول له كده إن زاوية ب م أ قائمة أهو عليها العلامة السوداء، وقياس زاوية أ م ج أ م ج تساوي 130 درجة، و م ب يوازي ج د. طبعا طالما حطيت لك علامة التوازي يبقى دول يوازي، السهمين دول معناها يوازي. طيب المطلوب إيجاد قياس زاوية م ج د. يلا البرهان، هنقول كده بما أن قياس زاوية أ م ب زائد قياس زاوية ج م أ زائد قياس زاوية ج م ب هما الكل المفروض يبقوا 360 درجة، إن دول زوايا متجمعة حول نقطة واحدة. يعني قياس زاوية ب م ج اللي هي من جوه دي هتبقى 360 ناقص 90 زائد 130، يعني 360 ناقص 220 هيدينا 140 درجة. طب أقدر أجيب زاوية ج؟ أيوه، مش في عندي ده يوازي ميم ب يوازي ج د وميم ج قاطع لهما. اذا قياس زاويه ب م ج زائد قياس زاويه م ج د المفروض يكونوا هما الاثنين 180 درجه، يبقى انا هقول قياس زاويه ج تساوي 180 ناقص 140 هيدينا 40 درجه. ناخد مثال تاني، ده حلوا انتوا بنفسكم. بيقول لي في الشكل المقابل اوجد قياس زاويه ا ج واو. طبعا انا كتبت لك المعطيات وكتبت لك المطلوب وانت عليك تكتب البرهان، ونشوف المره اللي جايه مع بعض ان شاء الله. You can throw your hands up, you can be the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Steady.